توا شنو لقيت حاجة باهية في تونس؟ كان حتى حاجة باهية والله والو، أما ماشي مليحة كاع تونس، وماذا بيا ما يجوش كاع لتونس، بيان سور ولاد بلادي علاش يجي لهنا؟ حنا الجزائر شابة على تونس. إيش سامحني سمع شابة الجزائر على تونس يهديك ربي. شابة على تونس، شابة 10000 فوا على تونس. يا ولدي يهديك ربي. وعايشة خير منكم 10000 فوا. يا ولدي لحظة سامحني أنا استنى احنا نتحاور الحال. وش يشتري كلش ما تقطعيش. بيعة أمان، والله لا يتقطع حجم استني. صح. صحيح الجزائر نحبوكم وخاوة وعلى العين وعلى الراس. خير من تونس. لو كان يكونوا لي زوتيل الخاص كيما تونس، ما نجيش لتونس أنا قايد. وش كاين؟ ما كان والو. طريق مكسرة. إي. العباد كاع كيما البعض يقول لك كاين اللي جامي خرج هكا يقول لك تونس يتخايلها زعما ما كان والو تونس ما كاين والو الجزائر لا 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 الجزائر ما واش هذا ما كاين وش بيه هذا جاي يحكي على بلادي كيفاش ظهرت لك العيشه في تونس؟ عيشه باهيه زوينه زوينه تونس كل شيء زوين فيها فرحوا بينا التوانسه ما الحمد لله ناس الكرم ناس الجود ما يبقاش واحد يهضر على تونس خايب الله يرحم باباكم راه ناس داروا معاكم كلش راه والموقف الخايب الموقف الخايب خلينا بعاد على الخيوبيه راه كنا راه حتى احنا خايبين والجزائريين فيهم ناس خايبين كل بلاد فيها الباهي والخايب اعطيني احنا شنو هو الخايب اللي عندنا باش نصلحوه الخايب في تونس و عادي نقول هو التوانسة تحسهم شوي تفتح هذاك اللي ما نبغيش انا ما بغيش بزاف تفتح في شنو تفتح في اللبس وتفتح في العقلية واللي يجي يهضر مش مليح على تونس لازم توقفوا راه ما خويا راه بلادي اللي نعرف راه ما تقولش لي هنا ولا هنا واكون خويا جي من القمر هضر على بلادي مليح راك تاكل تشرب راك ترقد في تونس راك الناس تعاملك مليح راه شنو تبغي نعطيك نبيع لك بلادي راه صافي بلادي تحيا بلادي ما تقدر زعما هذه حاجه مش مليحه هي ناس لازم تموت على بلادها اكا